السلامة، مرحبا بكم في كوجينة هنداتي. الوصفة متاع اليوم كفتة بالسردينة. حضرت كيلو سردينة، السردينة نظفتها، نحيت لها النص نتاعها ونحيت لها السلسول، وهذايا لفاح اللي حضرته باش نفوح بيها الكفتة. عندنا كركم، فلفل أكحل، تابل، هريسة، كمون، ملح، راس ثوم هرسته، وحضرت شوية معدنوس، بصل، هذايا زيت باش نقلي بيها الكعبات نتاع الكفتة، وحضرت شوية فارينة باش نلفها الكفتة في الفارينة وبعد نقليها في الزيت. بالنسبة للسردينة، السردينة أنا نحيت لها الريوس وخرجت منها الفيليه، نحيت السلسول، هاني حضرت شوية باش نوريهولكم. ومن المستحسن السردينة كيف ناخذوها، ناخذوا السردينة الجيدة حتى كيف يقعد فيها الشوكرة وما يقلقش. شوفوا كيفاش هكايا يكون تنظيفها. هاني خليت كعبيتها باش نوريكم كيفاش نحيو السلسول. انا نظفتها، نحيت الريوس، نجي هكايا نحط صدعي هكايا ونجي من هنا نحي السلسول كما تويك هكايا، وناخذ السكينة نحي هكا، وفما الشوكة هذيا نحيوها، نجمو حتى نحيوها هكايا بيدينا هكا. هذيا وهذايا الفيليه نتاع السردينة اللي باش نعملهم انا كفتة. او باش نزيد نوريكم كعبة اخرى هكا، نحط صبعي، سهلة راه سهلة برشا تنحيتو السلسول. نحى الشوكة هذيا، السردينة حضرت، هاني كملت نحيت لها السلسول نتاعها. توا هذيا حاضرة باش نحضرها الكفتة. توا باش نقص القطع معدنوس ونقص البصل ونحط الماء يسخن، وبعد ما نحضر المعدنوس والبصل نقصهم ويسخن لي الماء، نبدا نحضر الكعبات نتاع الكفتة. المعدنوس والبصل هاني قصيتهم، توا باش نبدا نحضر اكل الكفتة. ناخذ السردينة نحطها في وسط الكسكيس، السردينة نصب عليها ماء سخون، هذا ماء يغلي، وتوا نخليوها هكايا شوية. وبعد ما صبيت عليها الماء السخون نحطها في الشحالة، وتوا باش نرفسها بالخرشيط هكايا، نرفسوها. السردينة هاني كملت رفستها بالخرشيطة، توا باش نحط لها كل معدنوس اللي قصيته، نحط البصل، نحط الثوم، وتوا باش نفوحها، نحط شوية ملح، شوية كمون، السردينة راهي تتفوح بالكمون، عنا تابل، شوية تابل، شوية فلفل أكحل، شوية كركم، وباش نحط شوية هريسة، الكفتة أنا باش نفوحها بالهريسة، واللي يحب يفوحها بالفلفل المبكي راهو ينجم. باش نحط العظم، العظم باش نحط الساعة كعبة ونخلط، وإذا كان شوية بعد نزيد كعبة أخرى. نحل أكل الهريسة هذيك في وسط أكل العظمة وبعد نخلط، وتوا نخلط أكل اللفاح الكلو. الحشو هاني خلطته، مازال يستحق كعبة أخرى عظم باش نزيد عظمة أخرى. ونخلط الخليط نتاع الكفتة. حضر هاني كملت فوحتها، توا باش نخليها 15 دقيقة تشربك الملح واللفاح، وبعد نبدا نحضر الكعبات نتاع الكفتة ونلفهم في الفارينة ونقليهم. الحشو نتاع الكفتة خليته 15 دقيقة شربك الملح والفاح، وتوا باش نبدا نحضر الكعبات نتاع الكفتة. ناخذ هكايا من الحشو ونكعب، شوفوا الخلطة نتاعو جات باهية هكا تتلملنا بسهولة. نكعبروها هكايا وبعد نجرطقوها شوية ونحط في الفارينة
ونحط عليها هكايا الفرينة ونعمل حتى بيدي النجم اللف وبالكعبة بالكعبة حتى نكمل اللفهم الكل. ناخذ هكايا نجم نكعبرو ونحطو في الطبق وبعد ما نكملوهم الكل نلفوهم في الفرينة ونحطو نقليوهم. كملت عبرتها الكل توا باش نكمل نلفها في الفرينة. الكفتة هاني كملت كعبرتها ولفيتها في الفرينة توا باش نصب الزيت في المقلة ونستنيه الزيت حتى يسخن وبعد نبدا نقلي كل كعبات نتاع الكفتة. الزيت سخن وتوا باش نبدا نقلي كل كعبات نتاع الكفتة. نرش عليهم الزيت هكايا قد ما رشوا عليهم الزيت قد ما ينفشوا. توا باش نقلبهم نقلبهم على وجههم الاخر باش يطيبوا. الكعبات نتاع الكفته طابوا هاني توا باش نطلعهم هكايا يكون تطيبهم. نحمروهم شويه مش برشا وحطيت بابي ابسوربون باش يشرب لنا الزيت. وتوا نكمل نقلي بقيه الكفته. طابت وهني كملت تقليتها. هكايا يكون القليان نتاعها. كفتة السردينة حضرت وهني عبيتها في الصحين. راني ذقتها راهي جات بنينة بنينة برشا. راهي وصفة سهلة وماهيش مكلفة. كيلو سردينة يعمل لنا فطور ونجمو نحضروا معاها شوية صلصة كما نجم نحضروا شويه رز ازعر والا نصمتوا شويه مقرونه. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. بالسلامه وشهيه طيبه وتابعوني على قناتي باش يوصلكم جديد الفيديوهات واحلى واشهر اطباق تونسيه.